تفضلوا استراحة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي فخامة الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، السيدات والسادة، اسمحوا لي أن أتقدم إليكم بالتهنئة فخامة الرئيس لتوليك رئاسة جمهورية الصومال الفيدرالية في خطوة مهمة على صعيد تعزيز الاستقرار بالصومال، متمنيا لفخامتك التوفيق والنجاح في قيادة مسيرة الصومال الجديد، تلك الدولة العربية الإفريقية الشقيقة التي تمثل أهمية محورية في منطقة القرن الإفريقي. فخامة الرئيس، إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم اليوم في بلدكم الثاني مصر في زيارة تعبر عن عمق العلاقات التاريخية الممتدة بين بلدينا، حيث كانت مصر في طليعة الدول التي اعترفت باستقلال الصومال عام 1960، وظلت على عهدها في مساندة الصومال لتحقيق الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق. ولا نزال نذكر بكل فخر شهداء مصر الذين دفعوا حياتهم ثمناً لحصول الصومال على استقلاله والحفاظ على وحدة أراضيه. لقد عكست محادثات اليوم مع فخامة الرئيس حسن شيخ محمود مدى تقارب وجهات النظر بيننا حول العديد من الملفات والموضوعات الثنائية والإقليمية محل الاهتمام المشترك، حيث استعرضنا كافة أوجه التعاون القائمة بين البلدين وكيفية تطويرها لترتقي إلى مستوى العلاقات الثنائية السياسية الممتدة بين بلدينا. لقد تابعنا خلال المشاورات التقدم المحرز في مشروعات التعاون الثنائي بين بلدينا، واتفقنا على أهمية العمل المشترك لتعزيز جهود التنمية الاقتصادية في الصومال وجهود افتتاح فرع بنك مصر التي تكللت بالنجاح في مستهل شهر يوليو الجاري من خلال منح البنك المركزي الصومالي رخصة التشغيل النهائية لبنك مصر، والذي نتطلع إلى أن يمثل خطوة إضافية نحو تعزيز التواجد التجاري والاستثمار المصري في الصومال بما يحقق مصالح الجانبين، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات التعليم ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف من خلال توفير التدريب اللازم لبناء قدرات الكوادر الصومالية في مختلف المجالات. كما تطرقنا إلى تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي وتوافقنا حول خطورة السياسات الأحادية عند القيام بمشروعات على الأنهار الدولية وحتمية الالتزام بمبدأ التعاون والتشاور المسبق بين الدول المشاطئة لضمان عدم التسبب في ضرر لأي منها، وذلك اتساقا مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة، ومن ثم ضرورة التوصل بلا إبطاء لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل هذا السد، استنادا إلى البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي في سبتمبر 2021 حفاظا على الأمن والاستقرار الإقليمي. كما تبادلنا وجهات النظر والرؤى حول مجمل الأوضاع الإقليمية في منطقة القرن الإفريقي والتي حظيت بأولوية كبيرة خلال مناقشاتنا اليوم، واتفقت إرادتنا السياسية على نحو العمل معا على ترسيخ الأمن والاستقرار في تلك المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية من قارتنا، إضافة إلى تكثيف التعاون والتنسيق بين مصر والصومال فيما يتصل بأمن البحر الأحمر. وعدنا التأكيد على مسؤولية الدول المشاطئة عن صياغة كافة السياسات الخاصة بذلك الممر المائي بالغ الحيوية من منظور متكامل يأخذ في الاعتبار مختلف الجوانب التنموية والاقتصادية والأمنية. السادة الحضور، لقد تميزت العلاقات المصرية الصومالية بتعدد الروافد في إطار من المصالح المشتركة، وتؤكد مصر دوما على دعمها للجهود الصومالية لتعزيز السلم والأمن في الصومال والقضاء على الإرهاب، سعي لتحقيق التنمية المنشودة في هذا البلد الشقيق، ومن أجل تخطي التحديات الراهنة وتحقيق تطلعات الشعب الصومالي نحو مستقبل أفضل يفضي إلى عودة الصومال ليتبوأ موقعه كعضو فاعل مؤثر في منطقة القرن الإفريقي وعلى المستويين العربي والقاري. أخي فخامة الرئيس حسن شيخ محمود،
أعرب لكم مجددا عن سعادتي بتشريفكم الكريم وتقديري لمباحثتنا البناءة اليوم التي أكدت حرصنا المتبادل على دفع التعاون الثنائي بين بلدينا تحقيقا لمصالحنا المشتركة، متمنيا لكم والشعب الصومال الشقيق مزيدا من التقدم والاستقرار. شكرا. تفضل فخامة الرئيس. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. Your Excellency President Abdel Fattah al-Sisi, President of the Republic of Egypt. Excellencies, ladies and gentlemen, it's a great honor for me and my delegation to be here in Egypt today, and I'm very much grateful for the warm welcome that was accorded to me and to my delegation in this great country. Your Excellency, I'm not talking much about the historical relationship and the brotherly relationship between Egypt and Somalia. الصومال على مدار القرون الماضية، ولكن التاريخ الحديث في مصر بدء، والذي دعمته مصر بدءا من التاريخ الحديث بدءا من الحرب العالمية الثانية، ودعم جهود مصر للصومال في هذا الصدد، فإن كذلك المصريون قد دفعوا حياتهم ثمنا للصومال ومساندتها للحصول على استقلالية وتصبح بلدا مستقلا. فإننا نتذكر كذلك الدور الذي قام به الرئيس السابق في قيادة الصراع من أجل الاستقلال. مصر والصومال كان يرتبطان ارتباطا عميقا في كل المجالات الممكنة، الاقتصادية والأمنية، وكذلك في تقديم الخدمات الاجتماعية. ولا زال هناك مدارس قد شهدتها مصر في مقديشو وفي الصومال وفي مناطق أخرى في الصومال، وهناك كذلك رموزا لازال هناك رموزا تدل على علاقتنا هناك. فإن الصومال الصعاب والمشكلة التي تواجهها على مدار العقود الثلاث الماضية وعلى مدار الثلاثين عاما الماضية، كانت مصر معنا لكي تكفل عودتنا إلى لتبوء موقعنا الصحيح في هذا المجال. لا يوجد وقت أفضل من اليوم لاستعادة هذه المكانة. سيدي الرئيس، أنني ممتن للدعم الكبير المقدم لنا فيما يخص الأمن والخدمات الاجتماعية، واستعداد مصر لدعم مصر ومواصلة الجهود والدعم الذي نقدمه أو الذي نتلقاه من مصر هو دعم من القلب، ودعم يرتبط بالعلاقات التاريخية بيننا، والدعم كما ذكرت سيادتكم يساعد على تحقيق المصالح المشتركة في المنطقة وفي باقي أنحاء العالم. أنني ممتن كثيرا لهذا الدعم. الصومال سوف يسهم من جانبه في هذا المستقبل المتميز لبلدنا إن شاء الله. ومرة أخرى لا أستطيع أن أقول أكثر مما ذكرت، وأنني كذلك ممتن لإسهام مصر في إعادة بناء الصومال. شكرا سيدي الرئيس، وشكرا للشعب المصري على هذا الدعم المستدام لحقوق الصومال. شكرا سيدي الرئيس.